483 قائمة مشاركة في تشريعية 12 جوان. سيد عبد الرزاق مقري، هل تراه على أنه تميع العملية السياسية؟ نحن شفنا بأن يعني في شيء غير مسبوق، خاصة في القوائم هذه المستقلة. نعم. شوف، إذا كان هذه الانتخابات مش راح تكون مزورة، نعم، ومش راح يكون فيها التلاعب، هذا كله راح يتغربل، كله راح يتغربل. نعم. أولا احنا شفنا بأن لما خلاص الأجل الأول المحدد تاع جمع التوقيعات، عدد كبير جدا من هذه القوائم المستقلة ما قدرش تجمع التوقيعات. صحيح. سيدوا لهم 5 أيام برك طلعت السماء، منين جات هذه؟ هي واضح باللي كاين شيء غريب يعني، ولكن ما عليناش. قال يعني كان من المسؤولين يقول لك اودي ماذا بينا يعني نسهلوا الترشيح بها تكون مشاركه كبيره كذا، معليش. نعم. بصح كي تروح للانتخابات، اذا الانتخابات حره ونزيهه، اغلبيه الساحقه تاع القوائم لن تصل الى العتبه. نعم. 5% لن تصل الى العتبه.